اليوم ربح لنا المنتخب، ما ربحناش من 94، الحمد لله وديما المغرب. الماتش كان زوين بزاف، انا عجبني هذا الماتش صراحه اكثر من الماتش اللي فات. كان الهجوم مزيان، الدفاع مزيان، اللاعبين كانوا مزيانين متالقين. ان شاء الله الماتش الجاي نضربوهم شي 3 ولا 4-0. كان الماتش زوين وداكشي، وكنشكر اللاعبين وكنشكر لي كوتش وداكشي، وهنيئا لكم ولنا، وانا فرحانه بزاف والله. تفرجت مع جدي وجداتي، وماما تفرجت في الخدمه ديالها. الاول حيدوني الله ياخذ فيهم الحق، واش حفنا ولكن شوف لعاب لعبوا مزيان، وتموتيفاو داروا. شوف المثل الاول هذا خدمتهم، لا ناضي الزلزول الله ياخذ فيك الحق. لعبوا عليها وجيبوها والله ما تروحي. ويا ربي واش ما انا فرحانه بزاف بهذا الفوز ديال المنتخب الوطني. صراحه كنا عندنا ثقه كبيره في الدراري ديالنا، وان شاء الله اليوم راه شفتوا الاداء ديالهم كان في المستوى، ومستوى رائع، وقدرنا نحقق نتيجه امام فريق اللي هو كبير بزاف. وهنيئا للمنتخب ديالنا، فرحانين بهذا الفوز هذا، وكنتمناو نزيدوا مازال القدام بعيد، نمشيو بعيد في هذه النسخه هذه ديال قطر 2022، ونتمناو المغربي يربح اكثر من بلجيكا. واللي جاي وحنا هذه البدايه، مازال غادي نعطيوه ان شاء الله. لا فرحانين ودائما متفائلين، 2-0 فيف لو ماروك، الحمد لله. فرحانين بزاف. الوالده فرحانه، تبارك الله عليكم، والحمد لله المغرب دائما كيشرفنا. تبارك الله عليكم، برافو برافو برافو.